معظم اللاعبين اللي اتدربوا مع الكابتن حسام حسن او لعبوا معاه لهم مواقف مع الكابتن حسام حسن. تتذكر موقف ليك مع الكابتن حسام حسن؟ في مره كان متعصب، في مره كان سعيد. نعم، بس الماتش بيرافيل كانش تا اتذكر عندما كنت في بورسعيد في احدى المرات وكنت مع فريق المصري، كانت هناك لدي مشكلة في احدى المرات، كان لدي مشكلة مع الفريق لانه لم يكن لدي قد حصلت على مستحقاتي ولم العب المباراة، وكنت في أبيدجان ووصلت إلى مصر ولم أكن قد تدربت، ووصلت يوم المباراة ولعبت المباراة وسجلت، وهذا لأن حسام حسن كان يثق في وكان يعاملني بشكل لطيف جدا، وكان وقال لي قبل المباراة أنت سوف تسجل، وهذا ما فعلته. حسام قادر على إخراج كل ما لدى لاعبيه من طاقات وقدرات بطريقة تعامله. حسام يقاتل، حسام المباراة بالنسبة لي هي حرب، حسام هو شخص جيد ويستطيع أن يتعامل مع لاعبيه بشكل جيد. مين أبرز العناصر دلوقتي في منتخب بوركينا فاسو شايف أن هم ممكن يصنعوا الفارق مع المنتخب؟ كما تعلم لدينا لا يمكن أن نقول أن هناك لاعب بعينه يمكن أن يصنع الفارق، ولكن الفريق ككل يمكن أن يصنع الفارق. يمكننا أن نعتمد على المجموعة اللاعبين ككل. لدينا لاعبون محترفون في ألمانيا، ولدينا لاعبين لعبوا نهائي اليوروبا ليج، ولاعبون لعبوا نهائي كأس ألمانيا. لدينا أيضا برتران تراوري الذي يعرفه الجميع، ولدينا لاعبون أدوا موسم جيد في الدوري الإنجليزي، ولدينا مهاجم كاتونغو الذي يلعب في الدوري الإنجليزي وسجل عدد لا بأس به من الأهداف. لذا أقول أنه لدينا مجموعة من اللاعبين يمكننا الوثوق بها. لا يمكن، نحن لا نعتمد على لاعب واحد، وهذا أعتقد ما يقوله المدرب للاعبين في غرفة الملابس، أنني أعتمد عليكم جميعا ككل وليس على فرد واحد فقط منكم. محمد صلاح انضم اليوم لمعسكر منتخب مصر استعدادا للمباراة، هل تتوقع أن لاعبي ومدافعي بوركينا فاسو يستطيعوا مجابهة محمد صلاح وزملائه؟ بكل تأكيد. محمد صلاح التقينا به في 2017 في كأس الأمم الأفريقية في الجابون، وكان في نصف النهائي على ما أتذكر في كأس الأمم الأفريقية في الجابون 2017، وسجل صلاح في هذه المقابلة، ولكن هذه المباراة انتهت بالتعادل. نعم، صلاح يمكنه التسجيل بالتأكيد في أي فريق، ولكن نحن علينا، نحن نعرف فرعنا بشكل جيد، ولكن نحن علينا أن نمنعه. ولكن تذكر نحن لدينا لاعب مثل إدمون ديفانسي الذي يلعب في ليفركوزن في ألمانيا، ولدينا لاعبون لعبوا كما قلت الدوري النهائي اليوروبا ليج الاوروبي، لدينا مدافعون يلعبون في مستويات عاليه جدا في اوروبا، الان لدينا لاعبون مدافعون يختلفون عن المدافعين الذين كانوا معنا في 2017، وهم يستطيعون مواجهه ضغط الجماهير وايقاف محمد صلاح في القاهره. ريستد بانسيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو الاسبق وايضا فريق النادي المصري الاسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وبالتأكيد أتمنى لك كل التوفيق بشكل شخصي، ولكن أتمنى لمنتخبنا بإذن الله أنه يهزم منتخب بوركينا بإذن الله يوم الخميس القادم.